في ناس كتير معتقدة إن هي لما تروح لدكتور الجلدية أو دكتور التجميل تعمل أي شيء في الوش، هو ده خلاص كده الضمير استريح وخلصت وعملت اللي عليها. أحيانا ممكن ما تحتاجيش تروحي ولا لدكتور تجميل ولا لدكتور جلدية، ما تحتاجيش تعملي حتى أبسط الحاجات لو أنتي بتهتمي بالأكل والبعد عن العصبية، وده مستحيل، وبننام كويس. بس في حاجة تانية مهمة جدا ان احنا نكون بنعملها، يمكن انا بتسأل كتير جدا ودايما يقولوا لي هو مين دكتورك. الحاجة المهمة اللي احنا بنتجاهلها او ما نعرفهاش ان الوش زيه زي الجسم، هو عضلات، فالعضلات دي لازم تقوى. الناس بتتخيل ان هو المشكلة في الجلد، ما هي لو العضلات قوية هي هترفع الجلد، هي هتشد الجلد، هي ممكن ما نبقاش محتاجين ولا نعمل بوتوكس ولا نعمل فيلر، او لو هنعمل هنعمل حاجات بسيطة. دي محتاجة طول الوقت تمرينات، زي ما احنا بنتمرن وبنمشي ضروري كل يوم، لازم دي تمرينات كل يوم. بس التمرينات دي لازم بيكون معاك مدرب بيعملها. انا شخصيا ما بعرفش اعملها لوحدي الا حاجات بسيطة جدا، لكن في مدرب هو بيعملها لي، وهي يمكن دي السر الاهم بالنسبة لي في ان انا طول الوقت ببقى حاسة ان انا مدية وشي حقه زي ما بمشي وبعمل رياضة لجسمي، لان ده مهم جدا. الكابتن رضا عبد المنعم هو اللي بيعمل لي التمرينات دي. انا سألته بس هو بخيل مرضيش يقول كل اسراره، بس قال لي مجموعة تمرينات. يلا نشوف هو قال لنا ايه، واوعدكم ان انا هحاول معاه المرة الجاية او هسجله وهو بيعمل لي التمرينات. انا ما احبش انا اتشاف وانا بعمل التمرينات، شكلها صعب شوية، المرة الجاية هاخد منه تمرينات زيادة اكتر. الحقيقة أنا محظوظ زي ما بيقولوا كده أمي ده عيالي، إن أنا بتعامل مع مدام سهير جميلة الجميلات. أنا في الحقيقة لازم كلنا نبقى عارفين إن كل جسمنا عضلات. هو أنا بشتغل على كده، العضلات الماسكة العين والعضلات الماسكة الأنف والعضلات الماسكة الشفايف والخدود، دي عضلات وانا عارف اشغلها ازاي. لا اعمل لنا التمرينات عملي يستفيدوا منها. يعني انا هقول لكم على تمرين او اتنين. بصوا على جفن عينيا من تحت، بصوا هعمل فيه ايه. ده تمرين، تمرين ده تاني إيه؟ ده بيقوي التمرين الجفن بتاع العين، فيمنع ان يبقى فيه هالات او فيه انتفاخات. هي حاجات زي كده، حاجه كده زي مثلا ان انا باين سناني السمايل دي، وان انا احرك بقي. هو ده ريكو انترول على العضلات بتاعت وشي، ويبقى كده. وزي ما قلت لكم في الاساس هو لا لا مدام لا سهير. هو الكابتن مش عايز يقول والله كل اسراره، وهو بيعمل تمرينات لكل عضله في الوش. لا هو طب يعمل تمرين تاني. يعني هعمل تمرين تاني اللي هو مثلا هغمز بمناخيري بس كده سنه صغيره، وهحرك العضلات اللي ان بتوين الجفن لغايه المناخير. كل وشي عضلات انا بعرف اشغلها وبس. مش عايز يقول لنا اكتر من كده، بس هو ده السر الحقيقي. لو اي حد شايف ان انا عندي حاجه مختلفه. شكرا ميرسي لحضرتك، بس انت بخيل برضه. ربنا يخليكي، ميرسي.